زي ما كنا مع حضراتكم كده في مشروع الإسكان الاجتماعي وعملنا لقاء مع المواطنين وهم بيستلموا وحدتهم وخدنا حضراتكم كده في جولة للمرافق ووريناكم المشروع كله بكل جهاته ومرافقه وبكل حتى الوحدات السكنية الموجودة فيه. احنا اتنقلنا لمشروع آخر وهو بيخص طبقة أخرى أو شريحة أخرى لا تنطبق عليها المواصفات اللي موجودة في الإسكان الاجتماعي. هنتكلم عن المشروع اللي احنا موجودين فيه وتحديدا من داخل وحدة سكنية من هذا المشروع. برحب مرة تانية بالأستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. بس قبل أستاذ هاني ما نتكلم عن المشروع اللي احنا فيه والوحدة السكنية اللي احنا موجودين فيها حاليا، أنا بس هاخد كلمتين كده من السادة اللي أنا كنت معاهم دلوقتي اللي استلموا وحدتهم سكنية في حاجتين: الضبطية القضائية اللي تخص أي مخالفات لمستلم العقار، وطرق تواصل وزارة الإسكان مع المواطنين وتصحيح المعلومات أو أنه يكون تواصل بشكل أسهل ومفهوم. أنا بشكر حضرتك، كنت عايز أصلاً أرد على اللي أثاره المواطن اللي كان بيستلم الوحدة. أولاً بالنسبة للضبطية القضائية، مشروع الإسكان الاجتماعي زي ما قلنا من شوية إن في دعم كتير بتوفره الدولة للمواطن، فبنحاول بأقصى ما يمكن إن احنا نحافظ على الدعم ده ويذهب لمستحقيه. عشان كده في ضمن قانون الإسكان الاجتماعي اللي صدر ضبطية قضائية لموظفي وزارة الإسكان، بنذهب للمواطن بعد ما ياخد الوحده نشوفه هو ساكن فيها ولا مش ساكن فيها، مأجرها ولا بيعها. هو طبعا احنا قفلنا باب البيع من الاول، والشهر العقاري كان الناس بيبيع بتوكيل. الشهر العقاري دلوقتي لو راح المواطن يعمل توكيل في الوحده السكنيه مش هيعرف يبيع. بس في ناس للاسف برضه بتبيع بعقود عرفيه. عقود عرفيه يعني ايه؟ يعني انا وحضرتك كده نبيع لبعضنا بورقه مكتوبه، ده طبعا غير مأمون، ده غير قانوني، غير قانوني وغير مأمون. ممكن لا قدر الله لو واحد البائع ده توفى ثاني يوم الثاني ما يعرفوش خلاص، ملوش حق. فبالتالي احنا بنذهب للموظفين يتابعوا الوحدات ديت يشوفوا غير نشاطها ولا ايه. حضرتك كنت بتسالي بتقولي دور الارضي مثلا فتحوا سوبر ماركت، فعملوا مكتب تجاري اداري ايا كان. الضبطيه القضائيه بتضبط دول، وعملنا الموضوع ده في اكتر من شقه وتحول الموضوع لقضيه. الاكتر بقى كمان اللي ممكن يقدم بورق غير مطابق للواقع او مستندات مزوره للحصول على وحده سكنيه مدعومه في المشروع ده، القانون بيقول ان عقوبته اصبحت الحبس عام والغرامه 10,000 جنيه وتسترد الوحده في اي وقت من الاوقات. وده حصل بالفعل على عدد كبير، ان تم اكتشاف ان اوراقهم مزوره وتحولوا للنيابه ثم بقت قضيه ثم خدوا حكم. تمام، ده بالنسبه للموضوع الاول. الموضوع الثاني ده التواصل مع المواطنين. احنا يا فندم عندنا خط ساخن 1188 من حق اي مواطن، 1188 الخط الساخن المشروع الاسكان الاجتماعي. اي مواطن من حقه يسال اي سؤال، اي استفسار، واي خطوه عايزها ممكن يسال عليها في الخط ده. عندنا مكاتب لخدمه المواطنين متوزعه في انحاء الجمهوريه، خاصه بالاسكان الاجتماعي فقط لا غير. برضو عندنا مكتب في مدينه الشروق، عندنا مكتب في مدينه 15 مايو يعني شرق القاهره وغرب القاهره، عندنا مكتب في اسيوط الجديده للصعيد، عندنا مكتب في مدينه السادات للدلتا. ده غير الموقع الالكتروني اللي المواطن قال ان هو بيتواصل مع الموقع وكل بياناته شافها. عندنا غير كده كمان، وده كله اي خطوه جديده في المشروع بيتم ارسال رساله الكترونيه على التليفون الخاص بالمواطن الحاجز للمشروع. عندنا مؤتمرات صحفيه بنعملها بين الحين والاخر، عندنا خروج لكل مسؤول الوزاره سواء كنت انا او مسؤول الاسكان الاجتماعي اللي هم اكثر من مسؤول بيطلعوا كل شويه يقولوا ويردوا على استفسارات الناس من خلال وسائل الاعلام المختلفه ومنهم حضرتك وجميع وسائل الاعلام والبرامج المختلفه. فاحنا بنخرج ولكن بيظل السؤال ويظل الاستفسارات من الناس. ليه؟ لان عندنا اكثر من 600,000 وحده في المشروع، 600,000 شقه، 600,000 حاجز. فلو 1% ما وصلتلوش المعلومه معناها 6,000 صح هيدخلوا هيغطوا كل البرامج الفضائيه، صحيح هيغطوا كل المواقع الالكترونيه. فبالتالي انا ببقى مقدر، ويمكن حضرتك بتلاحظي ده بيخش لي ناس كتيره جدا من تساؤلات، ببقى مقدر وبقى عيني بقول لهم للمره المليون بوضح، بس عارف ان في ناس ضروري ماشي. فاللي مش قادر يتواصل على الانترنت وثقافته الالكترونيه ضعيفه ممكن يتواصل من خلال خدمه الوطنيين او من خلال الخط الساخن، او بينتظر الرساله اللي بتجي له على الموبايل في اي حركه بالمشروع. تمام، احنا دلوقتي اتنقلنا، كنا من الاسكان الاجتماعي بعد ما شفنا كل حاجه موجوده فيه، اتنقلنا لمشروع اخر لشريحه اخرى. مظبوط، واحنا واقفين داخل هذه الوحده السكنيه ايضا من هذا المشروع. احنا في اي مشروع وفي اي مرحله منه ومن المستحقين
احكي لنا عنه. اسمحي لي بدايه اعبر عن سعادتي الشخصيه بالمشروعات دي. انا لا مع معروف عنك كده. سكن مصر ودار مصر. لا سعاده خاصه ليه؟ لان المشروعات دي خاصه بشريحه متوسط الدخل اللي انا واحد منهم. احنا كنا شريحه متوسط الدخل الدوله للاسف الشديد اهملتهم فتره كبيره من الفترات اللي كان الرعايه والاهتمام الاكبر بشريحه محدود الدخل والاولى بالرعايه، وهم دول اللي كانوا يقعوا على اجنده اهتمامات الدوله. تمام. كان دايما عندنا هاجس وعندنا طلب من المواطنين اللي هم متوسط الدخل، انتوا سايبيننا ليه؟ مين بقى متوسط الدخل ده؟ متوسط الدخل اللي هو شريحته، يعني مثلا اقول لحضرتك حاجه، احنا قلنا في الاسكال الاجتماعي متوسط الدخل محدود الدخل ما يزيدش دخله عن 4750 جنيه. ماشي. احنا طبقا للتوصيفات بتاعت البنوك متوسط الدخل الدخل لغايه 12000 جنيه. اوكي، يعني من 4750 ل 12000 جنيه بالظبط، حتى هم بيدوا تمويل بهذا على هذا الاساس برضو. طيب المواطن ده كان بيقول انتوا مهتمين بشريحه محدود الدخل، انا دخلي اكبر شويه، رقم 2 انا عايز اخد شقه اوسع شويه اشطبها افضل نوعا ما في مكان افضل نوعا ما، وانتوا مهملنا. بدانا، وزائد بقى ان كان عندهم صراخ من شركات القطاع الخاص. طبعا القطاع الخاص بيبيع باسعار غاليه وعايز يكسب مكسب كبير، وفي نفس الوقت ما فيش عنده انه مراعاه لان الشريحه دي مش قادره تستوعب الزيادات الكبيره اللي حصلت في الفتره الاخيره. طيب نعمل ايه؟ بدأنا بمشروع دار مصر للاسكان المتوسط. دار مصر للاسكان المتوسط مشروع غير المشروع اللي احنا فيه ده. بدأنا بوحدات اكبر نوعا ما، 100 متر ل 150 متر، شطبه تشطيب عالي جدا، في كومباوند سكني مغلق بسور، كل الخدمات موجوده، وبدانا ننفذ المشروع وطرحنا منه مرحلتين، والحمد لله لاقى اقبال كبير من المواطنين. ما شاء الله. كان بيحجز اضعاف الوحدات المتاحه. ما شاء الله. والحمد لله بدانا نسلم في المشروع. تاخرنا شويه في التنفيذ، بعترف ان احنا تاخرنا في شويه في التنفيذ، اعتذرنا للناس عشان التاخير اللي كانت ظروف خارجه عن ارادتنا، واجلنا لهم الاقساط الكبيره، ولكن الحمد لله الناس بدات تشوف الفرق دلوقتي بعد ما استلموا الوحدات وانها وحدات على اعلى مستوى. اللي احنا فيه المشروع اللي احنا واقفين فيه ده سكن مصر، مشروع ثالث برضه بيناسب شريحه متوسط الدخل برضه، بس متوسط الدخل مش كلهم بيقبضوا نفس المرتبات، مش كلهم طبعا نفس الدخل، شرايح برضه او طبقات فوق بعضها. فجالنا طلبات قالوا احنا داخلين اكبر برضه من الاسكال الاجتماعي، بس دار مصر غاليه علينا برضه شويه، وفي نفس الوقت احنا عايزين وحده مش لازم 150 متر، ممكن تكون اصغر شويه في المساحه. فعملنا مشروع سكن مصر. مشروع سكن مصر مشروع ممتاز، بيوفر وحده لشريحه متوسط الدخل على اعلى مستوى من التنفيذ، ويمكن حضراتكم شفتم التشطيبات عامله ازاي متمين بيها. انا بشكر من هنا مسؤول وزاره الاسكان اللي طلع بالوحدات دي في 6 شهور وتنفذت وبتتشطب دلوقتي. والموقع اللي احنا فيه ده مثلا اللي هو اكتر من 4500 وحده على سبيل المثال، كل الشغل الخرسانات كله انتهى، يعني العمارات كلها صحيح زي ما احنا شايفين، صحيح وشغالين في التشطيب. وده اول نموذج قناه تدخله بعد الوحدات ما تشطبت، عاملين عينه الناس تشوف التشطيب شكله ايه. والحمد لله التشطيب اللي حتى كانوا بينتقدوا المشروع من اللي حاجزينه بيقولوا انتم مش مهتمين بالمشروع، الحمد لله بعد ما شافوا التشطيب ده بقى عندهم رضا وقبول، الحمد ودلوقتي لله دلوقتي بيستعدوا بقى في التنفيذ. عايزين نستلم. احنا ان شاء الله المشروع ده هيتسلم بطريقه المعدات التنفيذ دي قبل المده المحدده في قرار ان شاء الله. كم عدد الوحدات السكنيه الموجوده هنا؟ طرحنا في المشروع ده اول طرحه كان 40000 وحده سكنيه في عدد من المدن، منها القاهره الجديده، منها 6 اكتوبر، منها العبور، منها مدينة بدر، منها مدينة في الصعيد المنيا الجديدة. حاولنا ان احنا نبقى عندنا تنويع، وكمان نوفر الوحدات في اكتر عدد من المدن. وبنجهز دلوقتي عدد اخر برضو من الوحدات، منها مدينة لسه بكر ما انطرحش فيها وحدات خالص، مدينة المنصورة الجديدة. عندنا اكتر من 4700 وحدة في المدينة دي، بيتم برضو دلوقتي معدات تنفيذ مرتفعة جدا في المدينة، وان شاء الله برضو تطرح في فترة قليلة. المشروع اول ما طرحناه كان عدد المتقدمين تقريبا ضعف العدد المطروح. احنا عملنا القرعه برضو يا استاذ اسماء، عايز اقول الحمد لله وشكر لله عندنا كل الوحدات اللي تطرح بالقرعه او قطع الاراضي، ان احنا برضو عندنا قطع اراضي بنظام القرعه بنطرحها برضو. مواطن برضو يقول لك انا عايز حاجه برايفت، عايز خاصه لي انا، ابننا واولادي فوقيه، انا واصدقائي فوقيه، انا وقرايبي فوقيه، فعشان كده بنعمل لهم قطع اراضي بنظام القرعه، وبرضو بيتقدم فيها اضعاف القطع المطروحه، سواء قطع الاراضي او سواء الوحدات السكنيه. الحمد لله ما فيش شكوى وحيده الحمد لله جت ان في واسطه، ان في محسوبيه. ليه؟
لا انا سالت كمان الناس اللي استلمت وحدات السكنيه في الاسكان الاجتماعي عشان ناكد كمان على المعلومه دي من الناس نفسها. بالظبط. بس انا عايز اسالك حاجه. طب يا استاذ هاني دلوقتي انا بطاقتي متسجل فيها ان انا من سكان او من مواليد محافظه اي حاجه تانية غير الشرقيه. الشرقيه اي محافظه تانيه. منورين. طيب لما نيجي دلوقتي انا عايز اقدم في مشروع في القاهره في الجيزه في ده سؤال مهم جدا. هل ممكن ده ولا مثلا اقول لك ارجع لا الوزاره عامله مشروع اسكان مثلا اجتماعي او متوسط في محافظتك فانت من الناس اللي هم تلجا لمحافظتك او الاقرب ليك؟ هقول لحضرتك احنا في الاسكان الاجتماعي قلنا من حق المواطن ان هو يقدم في ثلاث حاجات. يقدم في المحافظه اللي هو مولود فيها. انا مثلا ادي نموذج من نفسي اتولدت في المنوفيه وعايز شقه ليا في المنوفيه محافظتي. من حقي اني اقدم فيها ده بنطبق عليها الشروط. او المحافظه التي يعمل بها. انا دلوقتي بعمل في القاهره شغال في القاهره فمن حقي ان انا عايز اسكن في القاهره عندي شقه في القاهره عايز اسكن في القاهره وبعمل في القاهره اقدم فيها. او المحافظه اللي محل اقامتي فيها. انا من المنوفيه بس بعمل في القاهره بس انا دلوقتي في قاعد ومعايا محل اقامه يعني في البطاقه مأجر وقاعد في الجيزه فمن حقي ان انا اسكن في مدينه 6 اكتوبر اللي هي تابعه لمحافظه الجيزه واقدم في مدينه 6 اكتوبر. فكده انا غطيت كل حاجه تقريبا للي عايز يسكن. انما اللي عايز يتاجر بقى وياخدها مش مسموح له دلوقتي خالص. طب معلش بالنسبه لو انا لو خدت الشقه جالي اسكان اجتماعي مثلا في محافظتي وانا بعد كده جالي شغل في القاهره او اتنقل شغل في القاهره ومثلا ما ينفعش ابدل دي؟ لا ما ينفعش ما يبدل بقى. والشرط ده موجود في الاجتماعي فقط لا غير. لان الاجتماعي هو اللي مدعوم وده اللي عليه ضوابط وقواعد ورقابة. سكن مصر ودار مصر من حق اي مواطن يحجز في اي مكان. هي الشقه الدوله ما بتدعمهاش ولكنها المواطن بياخدها بسعر اقل من سعر السوق. انا كسبان فيها كدوله بس بديها له اقل من سعر السوق ما بكسبش بعائد حتى لو كان عندي الشقه او اي حاجه تانية ملكي بمسجلات تحت اسمي بس ما يكونش خد من مشروعات الدوله. لا مش مشروعات الدوله بس من بره انا عندي اي حاجه ملكي ممكن اخد وممكن ابيعها وممكن ما تاخدش ممكن تبيعها بس بترجع بقى للدوله تاني وبتدفع قيمه للتنازل في جهاز المدينه المختص. يعني في دار مصر فتحنا باب التنازل ان ممكن تنازل عنها ويدفع 10% لان لقينا ان في مواطنين بيبيعوا توكيلات بعد ما ياخدوا الوحده. عشان كده قلنا لا اللي عايز يبيع ويقنن وضعه هيعمل تنازل في الجهاز ويدفع 10% من ثمن الوحده. تمام. طيب ايه مميزات الوحده هنا؟ ويعني انا قاعده بتخيل نفسي لو انا شركه عقاريه او استثماريه وبعمل كومباوند جنبك. ايوه انت هددت مصالحي جدا. ايوه ويمكن ده انا بشكرك على السؤال ده. يمكن ده كان احد الحاجات اللي خلت البعض يحارب الوزاره في المشروع ده وكانوا دايما يهاجموا مشروع دار مصر على وجه الخصوص. والوزير كان واضح في الموضوع ده وقال انا سايب شريحه القادرين والاغنياء للقطاع الخاص بشكل عام. ولكن الشريحه اللي هي متوسطه الدخل دول لا هم اسكان اجتماعي ولا هم القادمين بزياده ودول هم عماد المجتمعات دايما متوسطه الدخل اللي بتقام وبتبنى عليهم المجتمعات. صح. فعشان كده لازم الدوله تهتم بيهم. وقال انا بديهم وحده كسبان فيها بس مش كسبان زي القطاع الخاص. وفي نفس الوقت سايب القطاع الخاص ما في مواطنين برضه في شريحه متوسطه الدخل بيقول لي لا انا مش عايز اخد عندك انا هاخد في شركه القطاع الخاص. لانه القطاع الخاص برضه ممكن بيكون بيقدم خدمات افضل مني. فانا بدي له بس هو برضه بيبيع باسعار اعلى مني. فانا بدي فرايتي او